حياكم الله مشاهدينا ومتابعين قناة دبليو تي في الفضائية. طبعا احنا اليوم متواجدين داخل جامعة المستنصرية. انا وياكم راح نناقش عن موضوع التحرش، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم قريبين. السلام عليكم. السلام حبيبي. شلونك؟ تمام حبيبي. يا قسم اعلام مرحله ثانيه. بالتوفيق ان شاء الله. رحم الله والدك. قلبي، انتشرت ظاهره التحرش في هذه الاونه وخاصه يعني بالجامعات، انت شنو رايك بهذا؟ والله هي ظاهره التحرش هي ظاهره غير لائقه بالعراق، لان بسبب عدم الثقافه بين الجنسين ذكر وانثى، ويلعب دور انه البيئه اللي يطلع منها الشخص او البنت تطلع منها البيئه. اكو اشخاص وطلاب يعني عايشين في بيئه يعني منعدمه من هذا الانفتاح، واللبس كذلك له دور كبير بهذا الموضوع، انه مرات نشوف انه يذبون اللوم دائما على الشباب، لكن مرات اكو يعني بنات يعني بعض من عندهن وليس الكثير، انه هن مرات يعني يجذبن الشخص باشياء غير لائقه يعني، وهذا الشيء يعني احنا ما نشجعه. يعني شلون يجذبن الشخص؟ يعني انت بعد اعرف يعني انت تعرف يعني مثلا القصير ما قصير هو انفتاح عادي باللبس يعني. اي هو انفتاح عادي يعني اذا لبس شغل بنطلون بنت او لا لبس التنور هذا ماشي يعني ما بيشي عب ولا شيء، هي موضه بس، لكن يعني اكو بيهن بعضهن يعني هن يلبسن هذا الشيء لكي يذبن، مو لكي يعني يلبسن اللبس المعقول او شيء. فانا يعني مو انه انتقد اللبس، لا بالعكس، هو اللبس مو ليس انتقاد، انتقاد الشخص نفسه ذاته، لأنه هو ذات الشخص هو نفسه هو راح يصنع هذا الشيء. شكرا جزيلا، ان شاء الله موفق. انسان اصلا مستمرين معكم لكن المشاهدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ اهلا وسهلا قلبي. صديقي انت قسم؟ انا علم اجتماع مرحله 3. زين صديقي راح اسالك سؤال. جواب. سؤال، انتشرت ظاهره التحرش في هذه الاونه الاخيره وخاصه يعني عندنا بالجامعات. اي بالضبط. شنو يعني ليش مثلا الشباب والبنات يتحرشون؟ والله باشا تعتمد هاي على الثقافه يعني بين الجنسين، هاي وحده. ثانيا ملابس البنات اكيد الملبس مال البنات اكيد يعني لان صاير مخزي بشكل مو طبيعي. وبهاي الاونه الاخيره جاي تجي بسبب المسلسلات اللي تابعوها وما اعرف شنو، هي ما تحدد الاخلاق، بس الشاب من يشوفك مظهر وهاي اكيد راح يتاكد انه هاي البنيه شويه مو راحه وشو يروح يتحرش بيها. يعني مثلا البنيه اذا مو راحه باللبس هسه حاليا اي ليش يعني هي مثلا تلبس لك تنوره قصيره تطلع من البيت محجبه تجي هنا ماكو هيك حريه، هم اكو عادات اكو تقاليد وشباب هم خطيته طبعا، يعني من يشوف له هيك بشر اكيد هم راح يباوع او يتحرش او شيء، هو هم مو معصوم. يتحرش ما يقدر؟ لا اكيد اكو، جاي اقول لك هاي تعتمد على الثقافات، يعني اكو انسان جاي يدرس او مثقف هو يعني يعتبر هاي الشيء طبيعي جدا، بس اكو انسان يعني مثلا هو ما يعني او ما متعلم او ما طالع بغير دول او ما مسافر او ما شايف ثقافات غربيه اخرى، فاكيد راح يتحرش وما يعني شغله ما مالي عينه اول مره يشوفه. زين ايش يدبوها كله براس الشباب؟ مثلا يقولون الشباب البنات يقولون الشباب دائما يتحرشون. لا والله لا اكيد هم يتحرشون اكو، بس جزء قليل يعني مثلا مو هو. البنيه اذا تريد تتحرش شو تسوي؟ شو تريد تسوي؟ هواي كلش هوايك سوالف يعني اذا مو بالواقع اطلب لك بالانستغرام على شيء تزحف لك مثل ما نقول، هم راح تصير علاقه وشي وتجي تقول لك نشاوف هنا بالجامعه وهاي وانت ما تدري بيها شنو ما شنو. شكرا شكرا جزيلا، شكرا رايك، شكرا. خلينا ناخذ الشباب. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شلونك حبيبي؟ الله يخليك. شنو اسمك؟ سجاد. سجاد يا مرحله. مرحله رابعه قسم انثروبولوجيا واجتماع. بالتوفيق ان شاء الله. سجاد، انتشرت بهاي الاونه الاخيره ظاهره التحرش يعني خاصه بالجامعات. اكيد. الجامعات العراقيه يعني. شنو السبب؟ السبب يعني هو يعني بس مو ذنب اللون بس على الشباب. يعني هي بنيه تجيك يعني مثلا مو يعني مثلا نقول هي خفيفه يعني اي يعني هي تقول للشاب تعال تحرش بيها، والظاهره الثانيه هن صار بالجديد يتحرشون بالولد. شلون؟ هسه مثال بسيط، هذا صديقي يعني فات مرتين ثلاثه منه، هي تجي من الطخه تجي لحد ما انكسر تليفون يعني طختها طخه قويه وقعت التليفون من ايده وكسرته. شنو الغايه مثلا طخت بعد تعرف تشتري؟ ما اعرف يعني اذا
شايفين هاي الظاهرة سلبية؟ أكيد سلبية. يعني تريد شيء تطور يعني مثل هاي السالفة؟ يعني مثلا زين انتم هسه شباب تقولون مثلا البنات جاي لبسن مثلا لبسن ضيق من وراء هاي السالفة، يعني على الملبس؟ لا مو على الملبس، هاي حريتها. بس يعني يعني متابعه من الاهل، يعني هي طالعه من تنشا مثلا تقول زينه اهلها تعبانين عليها، لا اكيد هذا الشيء راح تجي بنيه محترمه وحتى لو سافر وملابسها ضيقه لا ما حد له علاقه بها، وهواي بنات مجاتيج يعني احمالنا علاقه بالحجاب والسافر اكيد. شكرا شكرا لرايك حبيبي، شكرا ممنون. ما زلنا مستمرين معكم احبتنا المشاهدين، خلينا ناخذ هذا الشاب. السلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ الله حبيبي انا وسهلا. صديقي اسمك ويا قسم ويا مرحله؟ مرتضى جاسم قسم الإعلام مرحلة رابعة. موفق إن شاء الله. حبيبي أشكرك. إن شاء الله. انتشرت بهاي الآونة الأخيرة ظاهرة التحرش خاصة بالجامعات، شنو السبب من هاي الظاهرة؟ بصورة عامة هي موضوع التحرش بالجامعات وبرا الجامعات دي يصير يعني، والأكثر برا الجامعات، لأن شنو؟ لأن الوعي الثقافي لدى الشباب يعني قل بهاي الصورة. وبصورة بس ثانية بس الشباب يعني؟ لا لا طبعا. وبصورة ثانية انه البنات او النساء بصورة عامة يعني بادرا نفس الشيء ويجوز ازيد. البنات هم يتحرشون؟ اكيد اكيد. يعني مثلا خلنا نضرب فد مثل انه اذا لقينا اذا شفنا مثلا ولد يعني الله مكمله مثل ما يقول وحلو ونشوف بنات ماشيات، شيء اكيد يعني انه البنات وهاي الحاله صايره يعني امام انظارنا انه البنات يتحارشن بولد، يعني لا تستبعدي. زين مثلا البنيه اذا تريد تتحرش بالولد شو تسوي؟ والله بصراحه يعني بصراحه انه المفردات يعني مال البنات يعني ما اعرف هم يذبن هالشيء، يعني اكيد اكيد هذا الشيء، يا اما يذبن حكي يا اما يبادرن عكس ما يبادر الشاب، انه هي تروح للشاب وتعترف له انه انا احبك وكذا من هذا الموضوع. فبصوره عامه هو الوعي الثقافي اللي يعالج هاي الامور كليتها، يعني بالنسبه للشباب وبالنسبه للبنات. مع كل الاسف يعني الوعي الثقافي خارج الجامعه اقل بهواية، وداخل الجامعة نقدر نقول بين وبين، لذلك الله كريم. شكرا لرايك. حبيبي اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ اهلا وسهلا. صديقي انت يا قسم ويا مرحلة؟ انا اعلام مرحلة رابعة. ان شاء الله موفق. تسلم يا جماعة. صديقي انتشرت بهاي الآونة الأخيرة ظاهرة التحرش خاصة يعني بالجامعات او برا الجامعات، انت شنو رايك بهاي الظاهرة؟ رايي اكيد سلبيه مو ايجابيه، يعني اسبابها السبب الرئيسي انه قله التوعيه وتغيير البيئه. يعني انت تعرف بمجتمعنا كمتوسطه واعداديه يعني فصلوا بين الجنس الذكري والجنس الانثوي، فاكيد اللي راح يجي طب جامعه اول مره راح يتفاجئ بالموضوع، يعني يشوفوا يا بنات فصدمه تصير له. يعني مثلا اذا شاف بنات شنو ليش يتحرش؟ انت تقدر شاف؟ لا يعني مو الكل، لا اقول لك مساله غريزيه هاي. جاي تشوف الظاهرة السلبية؟ طبعا اكيد. شو اكو بعض الشباب يقولون مثلا البنية اذا تلبس ضيق راح، يعني ما حددت على نطاق بس الشباب، قلت البنات همينه، يعني الطرفين انه منعزلين كانوا ودخلوا مرحلة جديدة فاكيد يعني اكو تغير. وصلنا وياكم إلى ختام هذه الجولة، نلتقيكم بجولة جديدة، في أمان الله.